خطة الإيمان والإسلام. عودا طيبا مبارك لآيات الله البينات. ويطلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم الأسيوطي والقارئ لجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بالخصوص. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال
من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ورد الله الذين كفروا
كفى الله المؤمنين القتال وكان الله كفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم وكان الله على كل شيء قديرا يا
فتعالينا ومتعكنا ومسرح كل سراحا جميلا. يا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقول
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتينا الزكاة أهل البيت ويطهركم تطهيرا الجاهلية الأولى
الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله.